مساء الخير. بيوم من الأيام في صبية انغرمت لحد الجنون بشاب، وصارت تلحقه من مطرح لمطرح وتعمل المستحيل لتلفت له نظره. وهونيك مرة انتبه الشاب إنه ماشي وراه، فبرم وسألها: ليه ماشي وراي؟ فجاوبته: شفت فيك الجمال، الجاذبية، الرجولة، الذكاء، الاحترام والعقل الموزون، ومن كل قلبي حبيتك. فابتسم هالشاب وقال له: طلعي وراك وشوف رفيقي، هو أحسن مني بكتير. التفتت هالصبية وراها وما لقيت حدا، فسألته: وينه؟ ما في حدا. فضحك هالشاب وقال له: لو كنت حبيتيني عن جد ما كنت التفت لورا لتفتش على غيري، أنا وياك مش لبعض. وأنا بدوري بقول للشاب يلي بفكر بهالطريقة: 60 عمرك ما حدا يحبك، مش معقول. شو مغرور؟ معقول؟ أهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. أكيد صرتوا تعرفوا إنه صار الوقت إنه نستقبل الكوميكازيين فادي الشربل، أنطوانيت عقيقي، وريمو صليبا. شو هذا؟ خبينا اليوم؟ خبينا اليوم معقول؟ ألو؟ أنا كثير منيحة. أنتوا بتحوروا وبتدوروا، بترجعوا شو بتتحدوا بفريق واحد. بتصدق؟ مين مجبر أخاك على بطل؟ إجباري 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 إجباري. مين الضيف اللي مقابلكم يا فادي؟ والله لكن نحن اليوم معنا شاب بيتميز بجماله، اسمعوا هالجملة، وبتهذيبه. معنا هون أنت، اسم الله عليك، بشعرك. أنا تحمست. ملك التقليد بالنسبة لنا ولكثير من اللبنانية، الكوميكازي إيليا معي. شو هلو هلو هلو، بونسوار بونسوار بونسوار. نحن هالحلقة توصلنا فيك رين، دايما بتقولي لنا كل يلي بيجوا مجوزين، هالمرة سبيسيال سبيسيال خصوصي لرين. نقينا لك شاب كثير حلو وكثير سكسي، هو بطل اعلانات. شربل شلهوب. شربل شلهوب. ايوه كيفك؟ اهلا شربول. اهلا شربل. لكن اليوم غلبناك، اليوم جايبين شاب حلو وطويل. فات له فرجينا قبضانتك لشوف، فات له شوف، فات له شوف. بتعرفوا شغله؟ أنا دائما بكون متحمسة أقدم كوميكاز، بس اليوم متحمسة أكثر. أقول لكم ليه غريب؟ لأنه في حدا عزابي. اثنين عزابي يا ماما، اثنين عزابي يا أمي. اثنين عزابي غير هالختيارية اللي معك. هذا دعان يا دعان. لا لا خلي خلي يا دعان، شو حكينا عنه؟ واحد بيستعير من الثاني شعر براسه. فادي يعني فادي وضعك احسن. بضربه فادي، بضربه فادي. معلم معلم كل مالك فادي؟ بعده اعزب، بعده اعزب. هيك بعده فات خبز. بعده فات خبز. برافو العطانات، برافو برافو. شربيل منك خايف انه هذا الفريق مقبلك؟ شو هالسيصان هودي؟ لا 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 عضلات. بعدين انا عندي نصيحه مجانيه: الغرور مقبره الفنان. اذا هيك مبلشين تعود بسلامتكم. يعني هلا صراحه انطوانيت صراحه بينخاف عليهم من العين. ايوه يعني انا شو هذا حكي؟ هذا حكي، هذا حكي، هذا حكي. ما متوا بقى؟ لا لا تعال يا ريمو، لا ما بدنا هلا، ما بدنا. لا لا ما بدنا، ما بدنا نلمك عن طريق يا ريمو. روح روح يخزي العين. ليك ملا زنت. ليك ملا اثنين يا زلمه. طلع يا ريمو، طلع يا ريمو. ايوه كنت وصلت له. خليك خليك زينة. هلا انتم صحيح عم تتشارعوا، بس مين رح يسندكم اليوم يا نحن بالحياة؟ مين بده يسندكم؟ هلا فنيا وتقنيا بالمشاهد انا وشربل رح نستعين بريمو وفادي. مشكورين. يعني ريمو وفادي رح يسندوكم. مشكورين. يعني اليوم رح يكون عندنا اثنين جوكر بالحياة. صح. ايه فادي وريمو نحن بنقول لهم ميرسي سلف. نحن اثنين جوكر هن ورا. شب الكبه. على راسك لبوسه يا ريمو. راسك لبوسه. انا هلا بدي بوس راسك. بدي. ايه لا لا احنا لا
كلام طيب. هذا حلمك ريمو، حلمك هالجملة. هاي حلمك هاي الجملة. لا ريمو اكل من بوسات كثير وان كيفك راسك لبوسة. اللي هلا فترة انتخابات والمرشحين كتار، ما عم تخاف انه تنفصم؟ منالك منفصم. يعني بيعجبوني انا كيف انهم عيني ترشحوا على كرسي رئاسة الجمهورية وانا موجود، لا يمكن. وانا بلا لو يبقى من عمري يوم حالف بدي اركب عليك وراح اغرم عليك. انا بنتظر. اهلا اهلا راعي، اهلا راعي. بالطبع ما بيجوز، ما بيجوز حدا يقرب على الكرسي غيري، لأنه هيدي الكرسي مخطوبة لإلي. يعني كيف بنت بتبقى مخطوبة وشاب يقرب عليها آخر؟ هذا شيء ما بيجوز. وأنا بقولها ما تخافيش أنا مش ناسيكي، مش حعيش من غير عليك. بدي أضربه، لا 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 يا ريمو، لا بدي أضربه، لا يا ريمو، لا. يعني أنا اليوم بدي أقول شغلة. يعني أخلصي هذه كرسي رئاسة الجمهورية، يعني بدها زلمة عنده شخصية قوية مثله، وبدها واحد يكون على القليلة كان في رئيس جمهورية وهذا. يا اللي رايح، يا اللي رايح. أنا بدي لكم بكل بساطة كيف عم بتقربوا على الكرسي هيدي للبابي، والبابي كان يقعد عليها من زمان وقت كنت صغير. هيدا شيء ما بيجوز، ما بيجوز كثير، هيدا شيء ما بيجوز. هيدا شيء ما بيجوز. لا 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 حاول يا عمي، حاول حاول. وأنا أنا اليوم بن على منبر كوميكاز بعلن ترشيحي لرئاسة الجمهورية. قال له بعصر الانتخابات وحدي عالكرسي مرشح راح ينتخبوني الستات، وفيهن قلبي بيتفرفح، وفيهن قلبي بيتفرفح، وفيهن قلبي بيتفرفح. او يا شلهوب ويا جهلان، مصدق حالك بتهيص؟ ايوه عليك. الراعي ع حزب النسوان، وحده رح يبقى الريس، وحده رح يبقى الريس، وحده رح يبقى الريس. ولك اوف اوف اوف، سرقة ونهب واحتيال، الدولة أخذت نصيبة. أيوة. ومن فاسدة ما بتنشال إلا بريمون صليبة، إلا بريمون صليبة، إلا بريمون صليبة. أوف 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 أوف، لك الله، بالرئاسة ما بتبرع، بالرئاسة. بالرئاسة ما بتبرع زمة يا ابن الصليبة، ما بدنا واحد أقرع الدولة بالأرض يجيبها، الدولة بالأرض يجيبها، الدولة بالأرض يجيبها. ولك أف 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 أف، ولك أف أف أف، كله أف اللي هي أف أف. لا مرضى لا قوة كتائب وعونية، أيوة. الشعب بده أنطوانات رئيسة جمهورية، رئيسة جمهورية، رئيسة جمهورية. أيوة روح، ما بقى في عصبت رؤيا فادي، رؤيا جماعه، رؤوا له، رؤوا، ما بيصير هيك. خلص خلينا نغير كل الحديث. اسم الله عليكي الي. نعم. اي متى بدنا نفرح منك ونجوزك؟ إيه تحت بلاطك. اي لا تعال لك يا رين، تعالوا بيكم يا عمي. تعرف يا رين شو بيقول المثل؟ المثل بيقول اسعي بجنازي ولا تسحى بجازي. ليه بقى؟ هدول المجوزين عم يطيبوا لك، هدول المجوزين عم طيبوا. انتوا بعدكم هنيك هديك المال، انتوا بقى يعني بعدكم جماعه عزابه. بس ليه هيك عم تحكي؟ لانه الجازي الله يستر، الله يستر. يعني شفتي هذا الطول بصير والله لا تصير ربع.
عن جد الله يستر، الله يستر شو رح يصير بالمشهد يلي بعد البريك ويلي عنوانه جازة أو جنازة. بريك سريع ورجعيت. ألو مرحبا، كيفك مسيو رومانوس؟ حضرتك بتنظم أعراس مش هيك؟ إيه معك مايك، مايك إيه وحياتك بدي أتجوز أنا جمعة الجاي، بس يلا الخطيب تقني مجهز كل شيء وأنا مش مجهز شيء بعد. إيه فبدي تساعدني أعمل معروف تزبط لي الترتيبات العرس كله سوا. إيه إيه معلش أنت بشوفك اليوم على الساعة 3 وين؟ بجنينة البلوط. ايه اوكي يلا بشوفك بجناية البلوط الساعة 3 مسيو رومانوس. ميرسي ميرسي باي. الو نعم محل ابريانوس لتنظيم الجنازات. نعم مين؟ استاذ مايكل. اهلا بالاستاذ مايكل، خير؟ لا 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 ماتت؟ عوض بسلامتك. طب مين بتكون؟ ستك التيتا؟ الهيئة خلصوا زي التيتا. شو بدنا نعمل؟ لا 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 يا أستاذ مايكل، قديش عمر التيتا؟ 120 سنة صبي ولا؟ والله بعد الحياة بتلبق لها. شو بتأمرنا؟ لا منحضر لك جنازة كل العالم رح تحكي فيها، تكرم عينك. لا بس بدك تشرفنا. على المكتب ما بتقدر. لا بعدنا عم ندهنه، عم نصلحه خيي، قبعنا البلاط وكذا سنجرية. منلتقى برا وين؟ بالجنينة؟ شو بدك صاحبني؟ لك لا عم نمزح معك، عم نمزح معك يا استاذ مايكل، ولا عم نغير لك الجو مشان ستك. ايه استاذ مايكل وين؟ بأي جنينة؟ جنينة البلوط؟ يلا منشوفك هونيك. تكرم عينك. أي ساعة؟ عالتلاتة. موفق أستاذ، الله معك يا مايكل. موفق. هوا بسلامتك. يلا زبون وإجينا. بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على عين بدنا نعمر بيت جديد. شبعنا عزيزي موعدنا هذا. مرحبا. اهلا. مش حضرتك مسيو رومانوس؟ ابريانو. ايه مسيو ابريانو. ابريانو. اهلا استاذ مايكل. اهلا وسهلا. مايك. نعم مايك، مايك اسمي مايك. مايك ايه مايك. مش مايكل؟ لا لا مايك. مايك اهلا وسهلا. على في على في على في اهلا وسهلا مايك. يعني بدي اقول لك ميرسي، لبيتني بسرعه. ايه لبيتني بسرعه. كلك زو كلك زو. ما كلنا لها كلنا لها. ايه اول شيء يا حبيبنا اسمح لي اعزيك. يعني انت رايح لمحل، يعني شو بدي لك خبر لك شغله، كلنا هيدا المحل رايحين عليه. يعني شو بتعمل؟ يلا شو بدك تطول بالك؟ بدنا نطول بالنا. ما حدا رح يزبط منه هيدا. معلوم معلوم. يعني هي الشغله هيك صارت بدون تخطيط، يعني انا كان بدي خطط لها. نعم ايه بدي خطط لها انا وياها. شو بدك خطط لها؟ بدي خطط لها. انا خططت لها ثلاث اربع مرات بس ما كانت تزبط وحده. شو؟ ايه 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 والله. انت خططت لها؟ ايه ايه بس وزبطت؟ هلا زبطت وحده هيك، يعني بلا ما نحس. الله يخليك طول بالك انت، انا ما دخلني بهالشغله. ها لا لا انا جاي انظم لك المواضيع بس. ما تعرف. لا ما تعرف. طلعنا من القصه. خلينا نفوت بالترتيبات من جوا. تفضل. بدي اعمل معروف وقت المراسم والهذا. ما بدي حدا غيره يكون لابس ابيض. ايه بدي هي بس هي يكون لابس ابيض. ليش في غيره؟ ما هودي اللي بيضايفوا. لا هو اسود يا خيي بلبسه. هي الوحيده. هي الوحيده رح تلبس ابيض. رح تلبس ابيض. يعني ما شو بلبسها بنفسجي. رح تلبس ابيض.
أبيض. بدي تعمل لي جو اخوات جنون. نعم جنون جنون اخوات، بدي جهد ارتفيس وفرقاع، خلي السما تلمعه ولبنان كله مبسوط. شو مجنون انت؟ طول بالك قي شو يا بدك جبال نار وفرقاع؟ ايه كله 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 كله. بدي تجيب لي اقوى دي جي بالعالم. نعم دي جي هيدا تبع كانغنام ستايل وراس وغنى وطلع وكل العالم بتمتك. ايه كانغنام ستايل ايه لك ايه يا حبيبي يا حبيبي، نحن بهيك مراسم نحن بنحط عادة يعني موسيقى كلاسيكية. كلاسيكية لك انا راسي غير شكل، انا راسي غير شكل بعرف. بلا راسك ايه عم تمزح، حبيت راسك، راسك جعد. ايه غير هلا غيره. هلا بدي منك شغلة. تفضل. وقت اللي بيكون عم يحكي الخوري ويوقف حكي، هون بدك تحط لي موسيقى تزلزل الدنيا. ايه ايه رح احط موسيقى. ايه لان هون بدي اقرب بوسة. نعم ايه بدي اقرب بوسة. لو كيف بدك بوسة؟ ايه بدي اقرب بوسة. لا كيف بدك البوصة يا خي؟ كيف بدك بوصة؟ والعالم والناس والبشر. لا 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 يا مسيو بريانوس، بدي خلي العالم تعرف قديش أنا بحبه وقديش في علاقة أكتر من عاطفية أنا وياها. شو؟ إيه أكتر أكتر يا أستاذ كريم طول بالك يا خي. هلا أنتو يا صفيل بس يا خي بهيك بوقف قدام هالعالم ما بيعرفوا قصتكم بعدين عارف. معلش 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 معلش، نحن بالعائلة كتير كول. إيه كتير كول 2014 نحن صرنا أهلي كلهم بيعرفوا كل العائلة وكل أصحابي. شو هالعائلة هيدي؟ ايه 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 شي شي اخوات. ايه شوف جدي، جدي مغروم فيا. جدك؟ جدي بحبها كتير. جدي اوه جدي 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 هو اياها هاي لعنة. وكيف صار هالشي؟ يا خيي مرة كانت هي عم بتجدي كانت عم تتمرجح هي وجدي على المرجوحة وعم يتساوروا ويتوحشوا وشو هيك معلم. جيت انا كنت قاعد طلعت فيا هيك، طلعت فيي ضحكت لي بس ضحكت لي، رجعت ضحكت لي، رجعت مره ثانيه ضحكت لي ضحكت لي يا معلم. لعب الفار بعبه، لعب الفار بعبه يا معلم. قلت طبش الحبش، قلت هالمره لازم كفي حياتي انا وياها. شو عم تحكي؟ لك ايه 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 دوزيو يا معلم دوزيو، سهم حب دغري. سهم تجيب راحتك شو سهم حب؟ ايه سهم حب. ايه وبعدين؟ شو بعدين يا معلم؟ بس بدك تظبط لي الموضوع. خلص عم تظبط موضوع. مرة غير شكل بتموت، عليها جسم سكسي على الاخر، سكسي سكسي. شوف سنينها انت مصفوفين مثل حب اللولو وحبدي حد التاني. ايه والله ايه يعني انت قصدك تقول لي وجبتها يعني مهضوم 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 مسيو ابريانوس وجبتها. لا مش وجبتها ايه سنينة غير شكل. ايه طيب يا خي جسمها بموت. هلا بكره انت جمعه الجاي بس تشوفها بدك تدوخ. نعم لا يا خي ما فينا نخليها لجمعه الجاي دخيلها. ما في بروح جسمها بروح بهرب. لا 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 ما جمعة جمعة. لا يا حبيبي لا 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 ضيع عم بقول لك عليا جسمه بيقتل، جسمه بيقتل بيقتل بيقتل. يا استاذ تعمل سبور جسمه مشتشد ما في نتفه فاد. يا خيي فهمنا بس طول بالك استاذ معك يا خيي، من هلا جمعه جسمه بيروح بعدين لونه بيتغير. لا 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 ما تعطي الهم من لا من ناحيه لون ما تعطي الهم. هي بتعمل كثير سولاريوم. اذا كان نتفي لونها نتفي خاف بنعمل لها وش سولاريوم ثاني جديد. يا خي لك ايه يا عمي لك ايه ايه عشان تنهم انت عشان تنهم. وبعدين ايه بعدين بدي شو بدها؟ بدي تعلمني اول رقصة انا وياها. نعم ايه بدي ارقص انا وياها. انت بدك ترقص وياها؟ ايه ايه بدي حدا يعلمني الي البيات تابعي وحدا يعلمها الها. يا استاذ مايكل هلا انت منقدر نعلمك يا خي مايك درب الطبل. هلا انت منقدر نعلمك الرقصة بس هي كيف بدنا نعلمها ترقص؟ ايه بعرف هاي شغلتكم يا خي. شو شغلتكم يا خي حبيبي؟ انت بتنقبل بتوقف لترقص. هي شو بحطها على البلانكو؟ على البلانكو على البلانكو. مهضوم 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 كثير مهضوم 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 مهضوم. بدي شي اخوات شي اخوات، كل العالم بتحكي عن هذا الموضوع، بدي العالم تجن فيها. عن جد لك باذن الله. غيره بدي شغلي كمان يا خواجه ابريانوس. نعم بدي الزينه. نعم الزينه بدي ورود من كل الالوان. ايه 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 بوكيات يعني بدك يعني كل على كل بانك بدي بوكيه ومع حمام. هي بتحب الحمام بتموت بالحمام. بتحب ايه الحمام بتأكل لها حمام. ايه يعني ما بدك اياهم يكونوا اكاليل؟ لا لا اكاليل اي اكاليل، بدي بوكيات حلوه بوكيات. ايه بوكيات 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 ايه اكاليل. يلا ضيافي ضيافي خلي العالم كلها تاكل ضيافي. بقلاوة بقلاوة ايه بقلاوة 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 بقلاوة. طيب ايه ذاك يا استاذ معي نحن حطينا شو لازم نعمل. والله يوفقك. ميرسي ميرسي ميرسي. يلا بلش تتمرن من هلا على الرقصة. ويلا 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 تفضل شريك اللي بتعشق
قالوا لا قالوا بتسهر قالوا هاي مايك. مايكل حضرتك ابريانوس؟ رومانوس. شرحنا استاذ ما تواخذني تاخير عشقه سار كثير. ايه بسيطه بسيطه ما مش حضرتك بالدنيا عود عود يا اهلا وسهلا ولك شو بك انك رايح على الذبح بسيطه كليتها سبقناك عليها هيدي. كيف بتحب تكون المراسيم؟ صاخبه موسيقى ناعمه ياس مدري شو بدك فرقاع جبل نار موسيقى ناعمه موسيقى صاخبه شو بتحب شيء اوريجينال سبيسيال على ذوقك شو بدك استاذ بهالاجواء لازم تكون رايقه لا شو رايقه لك شو رايقه بدك تعيشها هيك طيب عم فكر انه نفوت على الموسيقى نعم وحاملين النعش على كتافنا نعش ايه نعش استاذ رجوه رجوه انا لا انت مبدع انت كلك فكر وافكار ودماغ اول مره بعمل عرس بالنعش فكره بنمشي الزفه من زفة قدام زفة من ورا وهي وفايتة بتفتح ويلا وعيسى حبيب قلبي احلى مايك بالعالم شو فيكي تموت فيكي شو بعمل حتى ارضيكي تموت فيكي تموت فيكي شو بعمل حتى ارضيكي اشتهروا اللبنانيين والعرب باكرام الضيف وصاروا يرددوا المثل يلي بيقول الضيف ضيف الله بس في مثل تاني بيقول ما بيتجمع الناموس إلا على الضيف المنحوس وضيف مشهدنا التالي بينطبق عليه تاني مثل أكتر من الأول وياريت انقضيت معه الشغلة بالناموس والبرغش ما رح خبركن أكتر لأترك لكم إياها مفاجأة بالمشهد يلي بعد البريك يا هلا بالضيف ضيف الله احسب الروح اي والله يا هلا بالضيف ضيف الله احسب الروح اي والله ما بنرضى تروح من عنا ما بنرضى تروح لا والله ما بنرضى تروح لا والله يا حياتي اترك لي اختراعاتك هلا وتعا ساعدني هلا بيوصل الاستاذ عصفور لحظه حياتي لحظه لقيته لقيته كم شو لقيته جوزي مفكر حاله أينشتاين عم يخترع شي صار له شي شهر قال هيدا الشي بده يخلينا نرنتش ويصير معنا مصاري هو أساسا صار له من وقت ما تجوزنا عم بجرب يخترع بس مش ظابطة معه فالسو يلا يا حياتي شرف لهون يس ياس لقيتو 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 ياس الله وكيلكن مقضينا هيك هلأ جوزي ما خبرتكن بيكون عالم شيمي بعيدن عنكن حياتي قطع لي قلبي خير شو مفجر من مواهبك اليوم يا حياتي لقيته 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 الحمد لله لقيته نشكر الله اللي لقيته لأنه صار لنا من وقت شهر العسل مضيعينه لقيته للاختراع لقيتوا للاختراع يلي بده يغيرنا حياتنا بده يصير معنا مصاري فلوس لقيتوا شو هو هالاختراع؟ أتحفنا ملبس؟ ما تقولي ملبس ما تقولي ملبس بتجرحيني نو 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 هيدا مش ملبس هيدول متفجرات على شكل ملبس شوفي شو بيعملوا هودي؟ هودي هودي أول شي بدي بيعهم كاختراع عسكري يعني لازم ما حدا يعرف فيه لازم هذا الاختراع يكون توب سيكريت ما حدا يعرف إنه كل حبة ملبس من هاو بتفجر بناية بتفجر منطقة ولك بتفجر شارع بمبيو وصل سيد عصفور إجا عصفور فيلي متفجراتك ملبساتك واستقبلوا للزلمة
يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا اهلا 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 استاذ عاصم يا اهلا وسهلا هذا الاستاذ عاصم يا اهلا وسهلا الاستاذ عاصم يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا راسك لموت راسك لموت شو ايه شو في خير صار في انفجار لا لا للحقيقه لا شو انفجار لا لا للحقيقه كنت عم شوف ساعه الكهرباء بجت في شرقطت سوري بس جيت قبل الغدا بشوي ايه لا ولا يهمك انا وامي مانتو بغير التاب وبرجع غير يلا من هون يا حياه الاوضه من هون يا اهلا وسهلا تفضل ارتاح يا اهلا مدام غندور تعبانه من السواقه بالاذن الهيئه وصلت الدليفري ايه يعطيك العافيه ايه والله بيتهم حلو ما مش عاطل ها شو هيدا ها نعم يا اهلا بالاستاذ يا اهلا بالاستاذ عصفور يا اهلا بالاستاذ عصفور اهلا وسهلا اهلا اهلا تفضل استاذ عصفور تفضل اهلا وسهلا اهلا خمس دقائق وبكون حاضر الغداء يسلموا دياتك يسلموا دياتك يسلموا دياتك اهلا وسهلا بتعرفوا مشوار الطريق هيك مخبيت معتي شوي التواليت وين؟ اول باب على اليمين من هون هي مفتاح على فكره ما لا غدور ملبساتك مش معقول شو طيبين يا الله الله يوفقك يا استاذ عصفور اكل ملبستين ياي ملبستين هذا بدي يفعل المنطقه كلها ياي يا رب دخلك ما قلت لك عم احلك عليهم ما قلت لك اخفيهم قلت لك اخفيهم شو بصير هلا شو بده يصير هلا عاد اذا شدت في بالتواليت رحنا ياي يا رحنا بدي ينفجر الحمام بابو عصفور بام العصفور بام البدايه والله لنموت كلنا سوا من ورا هالعصفور هذا لما يلاقوا له ريشه بالمنطقه كلها للاستاذ عصفور طيب هلا شو بدنا نعمل لازم نقول له ضروري نقول له اوعى تفتح تمك قدامه للاستاذ عصفور لانه اذا عرف الاستاذ عصفور وغطى قلبه اول ما يدق بالارض يا رب دخلك يلا بدي يقب الاستاذ عصفور والله لا يقب الاستاذ عصفور على استاذ الورور على استاذ الحسون علينا على البنايه والله لا تطب لك ما راح يلمونا ولك الاكبر عليهم منا طيب طيب شو بنعمل هلا يعني هلا اهم شيء نخلي رايق للاستاذ عصفور ايه نطعميه انبوز للاستاذ عصفور ضل رايق اهم شيء واهم شيء اهم شيء انه نسقيه مي فاتره للاستاذ عصفور لانه المي الفاتره هي الوحيده اللي بتاخر مفعول المتفجرات اللي ببطنه يا اوعى اوعى تضبط لعيشه اوعى ما تضل لحالك يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك يعني لما فت على التواليت تحس حالي رح انفجر لا 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 يا استاذ ما تنفعل شوي ما تنفعل عروا عروا اذا بتريد ما حدا لحقنا ابدا عم تفضل عود تفضل عود تفضل لا لا شو عم تعمل عم تقعد عم اهلك عم اهلك عم اهلك عم اهلك ساندو من هذيك الميل عم اهلك خذوا صوبك نطلع على اليمين على اليمين على اليمين يا عمي عم اهلك استاذ عصفور الله لا يوفقك ايه الله يخليك عم اهلك يا خي ما فلت عروا ليش ما ممنوع تبقى على الاكل مش اضبط استاذ عصفور الله يخليك لا توقف بسرعه ولا تقعد بسرعه عروة كل شيء عروة نحن عايشين بمنطقه كلها رايقه يا اخي نحن ما فينا ما منطق الشواز عم اهلك عروة الله يخليك عم اهلك عروة عم اهلك عم اهلك عم اهلك شوي 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 عم اهلك لزق صوبك ضربه لزق صوبك ضربه قعدت يعني بالشوم عم يعني عن جد خجلتوني يعني انه ما بدها الشغله هالقد عن جد اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا وهلا احسن شيء المساجات للاستاذ عصفور ليك اهم شيء الانسان ينتبه على جرايه يا استاذ عصفور لانه الاجرين هن مصدر كل القوه بالانسان عم اهلك عم اهلك اهلا وسهلا يا شوزي ما بدك تضيفوا شيء قبل الغداء شي خلينا ناخذ شيء قبل الغداء شو رايك ايه ليش لا بتاخذ كاس ايه مش غلط شو بتحب تشرب وسكي
ليش ويسكي كنت بقى إجلك؟ ما المعروف يا أستاذ. أنا ويسكي ما بحبز قبل الغداء. أنا بقول عندي شيء عمله سبيسيال. أنا شو رأيك تدوقه؟ سبيسيال. لا والله بس حسيت في شيء ابي هز تحت التخت فقلت انا اتصلحوا اتصلحوا ايه يعطيك العافيه رح ندوقك الشغله اللي نحن عاملينها شربونا اهم شيء انه نشرب لانه بتعرف طبعا طبعا اهلا 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 شرفت استاذ عصفور يلا كيسك كيسك اي يا مهلك انا انا شوي شوي بالهدا بالهدا ما حدا لحقنا هذا السبيشال وين اختفوا هون وين يا جماعه ايه يا بشر ولك هاي وين كون الله لا يوفقك على مهلك خي قلنا لك لا تعطس ولا لا تقح ولا تعمل شيء يا استاذ عصفور وش عم تعملوا هونيك انتو في فار عم نبش على الفار لا 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 ما تنفعل يا استاذ ما تنفعل ما تنفع ايدك ولا خير خبر الفار راحت الفار ما تنفع راحت الفار بس على مهلك على مهلك شوي شوي راحت الفار يا اخي قطعتنا يا عمي شو بدك ليه راح تفتح هيدا لك شو في تحدي عليك الله لا يوفقك على النطه دروره تنط خليك واقف اتحرك انا ما بقدر ولا تحكي لي حركه يا استاذ عصفور والله راح اطير لنا طير لنا مثل العصافير يا استاذ عصفور ما تحرك ايه يا عمل انا عم بمزح معكم ليك ليك بلا ما نخاطر هات لنقعد ونحن هات لنايم وخليه يرتاح نايمة نايمة فرد مره قعد قعد عمل 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 اسحبوا عمالتك نطلع عمالتك 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 ايه عمل عمالتك عمالتك كيفك تحطه كيف بدي احطه ما بعرف ناسي ليك انا رايي مش على داره هات لنحطه على جنبه ايه على جنبه شغل بس عمالك عمالك فرشي فرشي الفرشي عمالك استاذ عصفور علي لي ايدك علي خلي ايدك هاي ما تضقر شيء استاذ عصفور مرتاح هيك مرتاح استاذ عصفور يعطيك العافيه هيك يخرب بابك الله يخرب بابك شوف هيك كل اختفيتوا شو عم تعملوا غميضه معي انتوا اليوم يا بشر اهلا بالاستاذ عصفور اهلا وسهلا انا بعوسي والله يا اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا فيك استاذ عصفور تفضل تفضل عملك عملك الله يوفقك تمام تمام دخيلك 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 بلع شدك شد هيدي شد بلع اوعى 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 تعطس بلع بلع اوكي اقعد على مهلك دخيلك عم يطمع حاسس على مهلك حاسس بطني هيك في نار في غليان شو هاب يا بي بدي حاوزي لا 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 اوعد حاوزي اوعد حاوزي الله لا يوفق يا استاذ عصفور شوفوا لنا يا بعض طيب قومي قومي عني دخيلك زعيكي مش راح وينكم يا جماعه يا ما احنا مش شغال دول نعم بعدك طيب تعالك طيب يا استاذ شوي شوي شو صاير علينا شوي شوي شو صاير علينا عمهلك انا برايي يا استاذ الكريم تطلع تاخذ نفس برا انا بقول على الجنين عمهلك عدم لي اياك عدم لي اياك ما حدا لحقنا ما حدا لحقنا ما تقوم شوي 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 خلي عنا خلي عنا خلي عنا عجدايني يلا روح موفر بعيد 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 بعد قد ما فيك استاذ عصفور لهذيك الشجره اللي بعيده الله لا يوفق الله لا يوفق ارتحنا الله يرحمه ما ضل فيه ولا ريشه شوفي استاذ عصفور استاذ عصفور مش انت بعدك غاطي شو
غساز عصفور بعد غاطك ما طرت يعني انفجار فكرتوني انفجرت لا بم هذا عند حدكم في كانه في شيء عرس وعم بفرقع بفطار اه مش انت يعني لا انا كنت متضايق من معدتي فبق كل اللي جوا راحوا بقيتوا؟ ايه بقيت الحمد لله على السلامة الله يسلمك الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الله يسلمك راسك لبوسو يا عمي الحمد لله على السلامة يلا تفضل نتغدى لا هلا بايش تأثير قعد بتحبوا نتغدى؟ تفضلوا ايه نتغدى يلا الغدا جاي تفضلوا على الغدا تفضل يا ويلي الله تشعبت عليك جعلنا من الأول عمالك 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 مني لألي يلا يلا على الغدا لعن غدا جسكار جايبت لكم معي بونبون كتير طيب بس نخلص تصوير رح اطلع لعندكم على ريجي ودوقكم ياهم شو رايكم شوفي جيب عليتك شوفي بدك يوقف شغلنا وينقطع رزقنا انت الثاني الله الله يوفقك ويا ريت بتنقطع هيك اي والله لا يفرموك بالال بي سي اي ايوه منيح هلا عم بمزح معكم ماشي الحال بعتذر ما كان قصدي ما بخاف عليا اكلي بس وحده هالطول هيدا بدها تاكلها شي 20 واحد بتعرفوا شغله خلونا نروح على بريك ومن بعده رح نرجع على الفقره يلي بينطروها الناس من جمعه لجمعه وهي فقره كومي نيوز واللي رح تكون من تقديمك كريمو ومن تقديمك انطوانات كومي بريك ورجعين يلا خير. نشرة بعد نشرة الناس صارت عم تنطر أخبارنا أكثر من أي نشرة أخبار تانية والسبب واحد نشرتنا هي النشرة الوحيدة يلي بتضحككم بدل ما تسملكم بدنكم راح نبلش بأول خبر لليلة وأكيد خبر الساعة هو السباق على الكرسي الرئاسي كلهم عم بيقولوا بدنا رئيس قوي والمفضل انه يكون من الاربعة القوية يلي كل واحد منهم بيتصور الكرسي مثل ما هو بده مثلا الشيخ سامي جميل هيك بده اياها معودة عليها من زمان بوب ليبونج سليمان بيك وبما انه صياد محترف هيك بده اياها الجنرال قال له نايتني يا مثل ما بدي يا بلا عم تتخيلوا الكرسي لونه أورانج وليش لا وهون رد الحكيم وقال الرئيس القوي هيك لازم تكون كرستو ها هاي كرسي الرئاسة بس يا جماعة إذا ضلوا هيك نحن رح نطلع على هيدي الكرسي بس بحس في كتار رح ينبسطوا فيها يعني وبعدنا بالمحليات حيث تم اختيار كل من نعمة محفوظ وحنا غريب سفيراء الأمم المتحدة للصريخ على الفاضي من دون ما ينبحوا وأنشأوا جمعية خاصة سموها الصريخ وقت الضيق وشارك فيها الآلاف من المواطنين حول العالم شوف كمان بآخر خبر محلي لليلة ومن بعد الإشاعات يلي تناولت عدد من شركات اللبن واللبنة قررت المواطنة كاف نون استعمال طريقة من المعمل للمستهلك هيدي المواطنة كاف بي اللي حسيتها بي زين <تصفيق>
بركي لانك مهودس بالبيت. بدي اقول انا بعدني لليوم منططه موت على فكره. هيك اضمن لك وما في مواد حافظه. ذكرتني بنكته هيدي وحدة كانت سكرانة سهرانة مع أصحابها وسكرت ظهرت لبرا عجنيني ونامت وغفيت. تاني نهار الصبح مرقة بقرة بدك تقول هيدي البوزيسيون زيتها بس الفرق إنه هيدي كانت سكرانة. قالت له نعم أهلكن واحد واحد شباب. ومننتقل للاجتماعيات حيث قررت جمعية الزواج حق للجميع بطلب من القادمين على الزواج تأكد من حب للشريك قبل الإقدام على هيك خطوة وخاصة من بعد ما شافوا هيدي الصورة. أيوة حلو ريمو. إذا مبلش هيك هي رح تخفى وهو عم يبعث رسالة لأصحابه عن المعنى الحقيقي للزواج. وتابعت الجمعية إنه الحب ما له عمر معين. هاي لوين اخدينا بس لا لا بس عن جد شيء معدوم كثير هيدي. هذا الحب الابدي انه اخدينا على المطرح. ان شاء الله توصل بخير. حتى برمة العروس ما في شيء بيمنع تكون بدبابه كمان. ايوه حلو حلو. المهم يتماسكوا ويمسكوا ايدين بعضهم كل العمر. تتتتم. هودي الجماعه كثير متمسكين. صح. اذا هلا مسكين هيك شو بدهم يمسكوا بعد شوي؟ بعدين. وكل هالنصايح من الجمعيه تما تكون النهايه هيك. شو هذا؟ زكي. زكي هيك لا من شاف ولا من دري دغري على الجوره. بس للاسف للاسف يلي باعت هالصوره مش عاطينا عنوان الجوره. عافاكي دخلت انا بدي العنوان. بعكس الصوره التاليه يلي شاف ودري وسمع. واللي سمعوا خفيف شو بيعمل؟ بده يقرب دقنته. اسم الله. واللي بعدها شافوا وارشفوا وبعتوا لنا اياهم على الكومينيوز. ونحن من خلال موقعنا على فيسبوك يلي عم يظهر باسفل الشاشه رح ننطر منكم احلى كومنت على هول الصور يلي مرقوا واحلى كومنت رح يربح معنا شوفوا هالسياره المكيفه. بنهاية هالحلقة بشكر الكوميكازيين فادي شربل أنطوانيت عقيقي ريمو صليبة إلي الراعي شربل شلهوب. منشوفكن نهار الجمعة الجاية بنفس التوقيت. أكيد منحبكن كتير. بدي قلكم بالآخر أو بالأحرى بدي أطلب من شربل من ريمو تقوموا لعندي تعملوا بوش أب لنشوف مين الأقوى مين رح يضاين أكتر. أنت تعمل بوش أنا شربل بس لحالنا